بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات للجميع المباشرة للدولة لتخلق وظائف الشركات اللي بتحول هني العدد الخبراء المتمكنين في القطاعات المستقبلية اللي بتكون متواجدين في الدولة. هنتكلم على القطاعات المعنية في البرمجة، في المهتمين في المعلومات، تطوير البيانات، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي. فهذه كلها بتكون فرصة لتطوير القطاعات التقليدية الأخرى. طبعا تواجد مثل هالشركات مثل ما نعرف أن له تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على القطاعات الخدمية في الدولة، فتأثير المباشر في الناتج القومي يكون كبير. وايضا هذه كم الجهود المختلفه اللي ياسين نشتغل عليها في الدوله. احنا بدينا في اهم الشركاء، ونبدا ان شاء الله نتواصل مع الجميع بحيث ان نبين اهميه التواصل والعمل مع بعض، بحيث ان القطاعات الجديده تكون متنوعه ايضا ومنتشره في الدوله باذن الله. الهدف الرئيسي منها هو ان ضمان وصول الشركات المستقبليه للدوله وتواجدها. قاعدين نشوف كيف التنافس العالمي يصير عليها، وكيف الدول قاعده تحرص في التبني المنهجيات انها تستقطب مثل هذه الشركات. نريد تكون دوله الامارات هي الحاضن الرئيسي مع هذه القطاعات المستقبليه، ونكون من اوائل الدول اللي تشتغل على حوكمه هذه الشركات، بحيث نضمن يكون تاثيرها ايضا على القطاعات التقليديه، منها القطاعات المعتمده على التكنولوجيا الرقميه، وتكون عمليه التطور مواكبه للسرعه اللي يصير فيها العالم.